هل محمد شريف ممكن يعود للأهلي؟ هل الأهلي في احتياج لمحمد شريف؟ في احتياج لكن يعود اخر السنة، مش في يناير. لان في يناير دي معناها انه النادي لازم، نادي الخليج لازم يستغنى عنه، ولو استغنى عنه هيدي له بقية عقده، لان هو مش هيضحي شريف ويطلب ان هو يمشي، وهيضحي بمقابل مادي لانه بياخد مبلغ كبير، وعشان يجي الاهلي لازم يتم تعويضه ماديا طبعا. فلا هو فهو النادي مش هيسيبه. هو الناس ربطت بين خبر او اللي تناقلوه يعني ان هو هيجي، وان هو بقاله 3 مباريات ما بيلعبش بشكل اساسي مع الخليج، هو مصاب. يمكن حتى الوكيل بتاعه قال الكلام دوت في احد البرامج ان هو مصاب، لكن هو مكمل مع الخليج لاخر الموسم. اسلام، زيزو هيمضي في الزمالك ولا لا؟ اتفق ولا لا؟ لغاية دلوقتي ما فيش اتفاق رسمي، لكن هو في يعني توافق ما بين الطرفين، لكن الأمور المادية هي اللي بتحسم أي يعني تجديد. لا، لسه لغاية دلوقتي يعني هو حصل جلسة يعني أولى ما بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وما بين زيزو ووالد اللاعب، وكان من المفترض خلال أنا السؤال اللي عايز أعرفه الأرقام قريبة، يعني الزمالك عرض رقم قريب من زيزو؟ بص هيك مقارنة بالعرض اللي كان عند ولا زيزو. ولا انت مش عارف؟ لا مكسوف تقول لي. لا لا ليه؟ انا هقول لك الرقم. انت ايه بتستفزني؟ لا 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 انا بتاع الحاجات دي يا كابتن. ايوه ما انا لا بص حضرتك، هو مقارنة بأي عرض تلقاه زيزو من نيوم السعودي في الفترة الأخيرة هيبقى الأرقام بعيدة. الرقم اللي كان معروض على زيزو كام؟ 3 مليون دولار، يعني ما يقرب من 150 كام؟ 150 مليون 150، والعدد بيعد يعني. الزمالك عرض 60 مليون في الموسم، وقد تزيد بقى الموسم الثاني والثالث، لكن هل هم هيبقوا 3 مواسم؟ مش هيبقوا 3 مواسم، في اتجاه لان يكون موسمين علشان يتم السماح لزيزو ان هو ممكن يسافر خارج مصر، ويكون في نفس الوقت قدر نادي الزمالك يعوض غياب زيزو بالتعاقد مع لاعب اخر. ال 60 مليون جنيه دول ما يزودوش فرقه الزمالك؟ يعني اللي جنب زيزو يمين، اللي جنب زيزو شمال، المهاجم اللي هنا، رواتب اللعيبه اللي حواليه؟ لا ما لهاش علاقه. انت بتتكلم زيزو هو افضل لاعب في مصر خلال ال3 سنين اللي فاتوا، طبيعي وقيمته وعطائه اللي اداه نادي الزمالك وامكانياته وقدراته. انت حضرتك لسه شيب بيكلمك على ايه؟ على تعامل زيزو. زيزو مختلف في كل شيء، مش في الملعب بس، خارج الملعب، في التعامل مع السوشيال ميديا، في فكره، في طريقته. ان يجي زيزو في خلال سنوات قليله جدا يصبح واحد من ايقونات نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، وهو يعلم ذلك، وفي تصريحاته يقول لك، وانا مثلا عملت معاه حوار فما حسيتش وانا معاه في عز ما كان عنده عرض النيوم السعودي ان هو لديه الرغبه في الرحيل. زعلان من الطريقه، من التاخير، من عدم حسم الامور. هو زيزو والده حلل له دي يعني والده هو اللي بيتعامل، وزيزو مركز في كورته، فعمرك ما هتكلم مع زيزو هتحس ان في حاجه. ايوه بس في نفس الوقت لا، بيبقى برضه اللاعب يعني متضايق من بعض التفاصيل. أنا عمري ما اتعاملت معاه حسيت انه متضايق ولا بيشتكي. لا لا هو ما بيشتكي، ما انا بقول لحضرتك هو بيقدر جدا، وانا بكلمك في التصريحات يعني معايا انا اللي هو عنده رغبه اكيده ان ما يخسرش جماهير نادي الزمالك. هو بقى عارف هو في الاخر مش عايز يعمل زي لاعبين كتير يعني كانوا في الزمالك يعني ولهم شعبيه. في الزمالك؟ نعم. هيقعد 2 سنين من وجهه نظرك؟ ولا هيجدد 2 سنين ويقعد سنه واحده؟ لا ممكن يجدد 2 سنين ويقعد سنة ويتكل على الله يروح يشوف طريقه يعني. الشناوي هيجدد في الاهلي خلاص؟ لا طبعا هيجدد. الشناوي هيروح فين؟ في اختلاف في حاجه امور ماديه؟ خالص. الشناوي الكلام بس اللي بيتقال اللي هو 70 مليون و60 مليون الكلام ده مش حقيقي. الاهلي عنده سيستم مختلف شويه عن باقي الانديه. يعني مثلا اسلام كان بيتكلم في قصه الزمالك ان ممكن يدفع 60 مليون ويكون باقي اللعيبه بياخدوا 15 مليون مثلا لعيبه الفئه الاولى. لا الكلام ده مش موجود في الاهلي. الاهلي في فئه اولى لازم ما حدش يطلع براها. دلوقتي 15 مليون كانت من فتره 12 مليون، ولما امام عاشور جه وتم تجديد عقد حسين الشحات هم اللي وصلوا 15. محمد شناوي هيتم استثنائه، ولكن استثنائه في 2 مليون.
يعني محمد الشناوي يحصل على 17 مليون جنيه ولكن قصه 60 70 مليون ده مش موجود. وعلى فكره الاهلي مش هيجدد الشناوي بس ما قارنش زيزو مع كامل الاحترام. لا لا انا بتكلم على سيستم الاهلي، انا بتكلم حتى لو زيزو جه الاهلي هياخد الرقم ده. مفيش حد قارن ولا حد لا ما حدش قارن، انا بتكلم عشان انا حصل لا لا بس لو زيزو لو جه الاهلي هيجي ب 15 مليون. وكمان التجديد مش للشناوي بس، الشناوي اللعيبه في اكتر من لعيب هيجدد، منهم رامي ربيعه، منهم ياسر ابراهيم، منهم محمد هاني، ومروان يتم تعديل عقده هو عقده كده كده. كل دول فئه اولى، كل دول وكل دول هيتم الاعلان عنهم فئه مره واحده. يعني الاهلي بيخطط لكل دول مره واحده. امام بياخد زي الفئه الاولى، امام فئه اولى لا لا يعني بياخد سيبك من الاعلانات، سيبك من القصه دي، انا بتكلم على الفلوس اللي هي مش فلوس يا لا 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 كل على فكره كل حاجه ليها لا مش انت بتعمل كده لان في جزء ده بور الاهلي ده بور الاهلي ده بور في الاهلي ايوه ما هو بور في الاهلي سلعه لا 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 فلوس بس دي بتبقى سلعه للاعب تاخد ساعه في لاعب في لاعب القماشه دي عنده واسعه فاهم قصدي في لاعب اعلاميا الامور دي بتبقى على حسب اداءه ولا على حسب تعامله مع السوشيال هشرح لك بس المشكله ان وقت ضيق انا هحكي لك النادي بيحط مينيمم لكن احيانا في لاعب قماشته تزيد بارقام كبيره لان في لاعب منتج يستحمله وفي لاعب لا.